اتفضلي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. بصي، هو انا هتكلم عن موضوع هحاول اختصر بسرعه. يعني انا ليا اخين، انا متجوزه حاليا، متجوزه من سنتين ومعايا طفلين. وليا اخين متجوزين قبلي، وشفت يعني كان اخويا الكبير بيضرب مراته بضرب مبرح بسبب من غير سبب، وطبعا هو ما كانش معيش العيشه اللي هي تستحقها اصلا، ومع ذلك ما كانش مقدر حالتها الشعوريه ولا النفسيه. واخويا التاني كان طيب جدا وكويس مع مراته، ولكن مراته كانت بتعتدي عليه بالسب والضرب وكان بيتحملها. فانت شفتي الناحيتين، ده ده بيضرب ده وده بيضرب ده، ده بيرجع لايه ايه بقى؟ اللي حصل؟ ايه بقى؟ والدتي هي السبب، لان والدتي ما ربتش الاخين ولا كانت بتشتغل على ربيتنا بشكل سوي طب انت 100%، بتضربي من او كنا جوزك؟ واخدين حقنا في اشجان الطفوله انت كويس. بتضربي من جوزك؟ لا خالص خالص. انت لمستي موضوع مهم جدا يا اشجان. الضرب ده ثقافة احنا بنرتضيه ايوه عشان احنا بنتربى عليه، امهاتنا ما بيلاقوش فيه غضاضة والكبار ما بيلاقوش فيه ايوه غضاضة، ان عادي الاخ يضرب اخته. جوزها طب وبيربيها او انا جوزها عايز وما اسالك فيش سؤال، اهانة. وهعلق على نقطه بسرعه انا قبل ما عايزاكي تقولوا. بس يعني تردي على سؤالي، هل والدتي كانوا اصلا اخواتك، هل اخواتك كانت ارجوكي بتتضرب من والدي. اشجان اشجان اسمعيني، بتقولك ان هل مامتها كان، كانت بتنضرب من لا مش ولادها، فهي دي بتقنن القصه خلاص، استاذنكم بس اقول بتستقر. سؤالي، اشجان انتي كنتي ايوه بتتضربي من اخواتك وانتي صغيره؟ اخويا الكبير بقى اللي كان بيضرب زوجته ده كان بيعتدي علينا كلنا بالضرب لما ده طلق ده ده مراته، متشرد. لما كانت مراته بتشوف رفعت عليه وانتي خلع الشرب، بتضربي؟ ده رفعت خلع طب نجت بنفسها اشجان كان وباولادها. ابوكي بيضرب وانا مراته مش شايفه ان ولاد قالت اخويا بتبقى هي ولاد امها اخويا. موظفه؟ طب مش فاضيه بصي اشجان، خالص. انت لمستي اسالوا النقطه او نقطه اهم في الموضوع كله، الام يعني فكره ده انا بلاقي انا جوزي بيضربني فانا بعتاد القصه دي، فانا بشجع ولادي عادي ان هم يتضربوا، فانا في البيئه دي ده ميراث ثقافي بنتوارثه، ان احنا ده عادي، احنا بنربي ان ده عادي. حاضر. معانا اسراء على التليفون يا سهير. اسراء من اسكندريه، اتفضلي. ايوه يا فندم، ازي حضراتكم؟ يا ده انتوا كتير قوي على فكره. بصي، هو انا مش مشكلتي انا شخصيا، هي مشكله اختي. مالها؟ هي برضو يعني عايشت مع زوج 5 سنين وكانت مستحمله طبعا عشان البنات، وهو كان عنف بجميع انواعه لدرجه ان هو ضربها في عينها في ازاز الشباك، عمل لها انفصال في الشبكيه. وعملت ايه؟ يعني انتوا عملتوا ايه لما هو عمل ده؟ هو عادي مش مستعجلين. بس هو الضرب ابتدى من يعني من ايام الخطوبه اصلا، بس طب كانت حاجه كملت ليه لما باين هو كانت من ايام الخطوبه؟ كملت ليه؟ عشان كان كل مره يجي ويتاسف ويعيط وبحبها كده يا ومش جماعه. حاسبها طيب وخلاص يبقى واسفه. احنا دلوقتي خدنا من اشجان حاجه وخدنا منك حاجه تانية، فكره الخطوبه لو هو ده سلوكه ومسلكه ما ينفعش نكمل، ما ينفعش يجي اصلا انا كنت عصبي سامحيني ده مش هيتكرر، يبقى كده ده ما بيتغيرش، وده اتواجد في اسره يا استاذه ناني. ايوه هي بتشجع على كده، الام متقبله ده وبتشجع على ده ومش شايفه في ده غضاضه، لانها هي نفسها اتهانت ومش شايفه ان ده اهانه.